السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نقدم خبز أو رقائق خبز صغيرة خالية من السكر، ومشي بالدقيق الأبيض، يعني بدقيق الشوفان ودقيق الحمص. غادي نبداو إن شاء الله بالمقادير. غنحتاج لواحد الكوب ديال الشوفان، إذا هاد الشوفان ماشي المطحون، على هاد الشكل يعني الخشن. ثم نصف كوب من دقيق الحمص، اللي ما عندوش دقيق الحمص ممكن يستبدلو بالدقيق الأسمر الكامل، أو ياخذ الحمص ويسلقو ويمعسو يعني بحال البطاطس، ثم يستعملو معاه. هاد دقيق الشوفان ودقيق الحمص بجوجهم يعني مناسبين لأصحاب مرضى السكري، يعني ما كيطلعوش السكر. ثم غادي نضيف هادي لاسيبولات أو بعض الأعشاب منسمة، هي الثوم، ورق الثوم، ثم القليل من الفلفل الأسود، ثم الملح، وغادي ندير ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. إذا ممكن تضيفوا إضافات أخرى على حسب الاختيار ديالكم، ممكن تضيفوا مثلا الفلفل الأخضر الحار، ممكن تضيفوا الثوم بودرة على حسب، أو البصل. ثم كنخلطوا، وغادي نجمعوهم بالقليل من الماء الدافئ، إذا الماء شوية فقط تتشكل لكم على شكل عجين. إذا بالنسبة لهادو أنا كنت شفتهم في واحد القناة اللي هما رقائق الخبز اللي سالي فؤاد، إذا هي كديرهم باستعمال الخميرة وبدون دقيق الحمص، يعني بالشوفان والدقيق الأسمر وعدة مكونات، ولكن أنا ما استعملتش فيهم الخميرة، استعملت فيهم مكونين فقط. هادو كيف ما قلت ممتازين لأصحاب مرضى السكري، وكذلك الناس اللي بغاو يديروا الرجيم، لأنك غير كتاكليهم كتحسي بالشبع، يعني خاصة في وقت العشاء في الليل الواحد يديرهم مشبعين وصحيين أصلا. إذن كناخد ورقة الزبدة كنحط وحدة فوق وحدة، ثم ندلك ولا نسرح العجين، من الأفضل استعمال ورق الزبدة. يعني اللي بغى يدير ريجيم واللي من غير ريجيم، اللي بغى ينقص من الوزن فقط في وقت العشاء استعمل هادو، كذلك نستعملو في الغداء الا ما كانش عنده مرق، يعني الا استعمل مثلا مشويات وعوض الخبز الاسمر ولا الخبز الابيض استعمل هادو. اذا كنشكلوهم، كتاخذوا الطابع وتشكلوهم بالشكل اللي بغيتو، اي طابع عندكم، ممكن فقط غير دوائر. ثم كندخلوهم الفرن، هما ممتازين صحيين كذلك حتى الاطفال الصغار. ملي كيطيبو في الفرن كيخرجوا على هذا الشكل. الا بغيتيهم مرطبين كتخليهم غير شويه، بغيتيهم يكونوا مقرمشين كتخليهم حتى كيتقرمشوا. وبالنسبه كفكره للعشاء، غتقدموهم مع الجبن، ممكن بيض مسلوق، انا ما استعملتش البيض مسلوق هنا، والخيار، ممكن بعض الخضار والجبن، وغادي يكون عشاء متكامل وصحي، وكيف ما قلت مناسب لامراض السكري، لمرضى السكري، وكذلك للناس اللي بغاو ينقصوا من الوزن ديالهم. كنشكركم على المتابعه، وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم في المنزل.